محطتنا الأخيرة لليوم رح نكون مع موهبة جمعت خيوط الفن، الرسم، الأدب وقدرت تحقق التميز بكل مجال. سوناتا أوس أسعد ضيفتنا ضمن مساحتنا الأخيرة لليوم لنتعرف أكثر على موهبتها المختلفة بمجالات متعددة. ونتوقف عند الكتيب يلي صدر باسمها مخيلة تتكلم بصمت ونحكي أكثر عن هالتفاصيل. بدنا نرحب فيكي سوناتا، أهلا وسهلا، يسعد صباحك. يسعد صباحكم، أهلا وسهلا. صباح الخير سوناتا. صباح النور. يعني بدنا نسمع هيك اليوم صوتك بطلاقة، وخصوصا بما أنك بدأتي بالأدب وإلك علاقة وثيقة فيه من الطفولة بمجلة أسامة، مزبوط؟ خلينا نبلش تحكي معنا، تفضل. هلا أنا الكتيب بعنوان مخيلة تتكلم بصمت لا يرى. هاي الكتاب مبادرة كتير حلوة كانت من منشورات ثقافة الطفل وزارة الثقافة، انه بيجمعوا موهبتين، موهبة الرسم وموهبة الكتابة بكتيب واحد. فهلا انا كان فيني ارسم الرسمة واكتب القصة، بس انا حبيت انه يكون في موهبتين بكتاب واحد انه منشان يجتمعوا مع بعض. سنوات اكيد نحن بنحب نعرف كيف هالموهبة بلشت عندك وكيف تشجعتي لحتى يكون عندك بنهاية كتاب بهيك عمر. هلا انا من لما كنت صغيره كنت كثير حب انه مثلا اهلي يقراوا لي قصص. انا ولدت انه بحديقه من الكتب، اهلي يقراوا لي قصص انه انا انشد مع هاي القصص. فالصف الثاني بتذكر الفت اول قصيده كانت بعنوان يقعون في فخه من الليمون، الفتها ونزلتها بمجله اسامه، وعندي كثير مشاركات بمجله اسامه من وقتها لهلا، في يعني انه بنزل فيها ومستمره وساتني لهلا بنسجل فيها. حلو، طيب فينا نشوف الشيء من اللي جايبتي معك ان كان الكتيب او القصيده؟ تفضلي، شو بتحبي تفرجينا؟ وبدي تعلي صوتك شوي، صوتك حلو فلا تخجلي، خدي راحتك. هلا هاي القصيده بعنوان لوعه القمر، شاركت فيها بمسابقه فزت بالجائزه الاولى. أيها القمر المطل من النافذة بنورك البهي، ما أبدع إطلالتك في أعين الأطفال الشاردة وطيفك المتجولة في غرف نومهم. لما أنت خائف يا صديقي، لما أنت خائف يا صديقي، وأنت تملأ حياتنا بالمحبة والخير، توزع بركاتك على الكون كله. الصبايا ينتظرنك ليفصلن أساورهن الفضية من جدائلك، الأطفال يترقبونك، الأطفال يترقبونك ليقدموا قطع الجبنة من نورك. العصافير تغفو، العصافير تغفو في أعشاشها مطمئنة بأنك تحرسها. أعرف رغبتك في الهبوط إلى الأرض والتسلية مع الأطفال، لكنك تخاف فعل ذلك لأنه لا أحد يستطيع الحلول مكانك. أتمنى أن أصعد إليك لأحدثك وأعلمك لعبة الحبلة وسلوى يا سلوى، وأعزف وأغني لك وأحملك بين ذراعي، وأنا أروي لك حكاية ليلى والذئب يا صديقي الطيب يا قمري العالي. سناتا، مين أول الأشخاص اللي قريتي لهم هالقصيدة؟ مين حدا قال لك إنه برافو عليكي؟ هلا أنا بستفاد كتير من بابا كونه بابا شاعر. فانه بقرا قصائد له وانه كثير بتاثر فيها، وبتاثر كمان من كثير شعراء قرات لهم، واحيانا كمان من برامج على التلفزيون. طيب سوناتا، خلينا نشوف الكتيب معك نحكي اكثر عنه. لا مخيله تتكلم بصمت. فينا هاي الكاميرا فيك تفرجينا اياه عليه؟ ايوه تمسكيه بس ترفعي شوي. هاي القصة أنا كاتبتها، وفي طفل اسمه محمد درويش هو اللي راسم الرسمات تبعها. بهاي القصة بدك تحاولي عقل الأطفال، إنه بدك تبسطي الفكرة لتفوت بعقلهم. حلو. منشان إنه يقدروا يستوعبوها، وإنه حتى تبسطي رسمات منشان تقدر تفوت لمخهم ويستمتعوا فيها. كمان سوناتا، انت مو بس عملتي كتيب وشاركتي بمجلة أسامة، ايضا لك جوائز حصلتي عليها من قبل وزارة الثقافة، خبرينا عنها. هلا في كتير جوائز انا حاصلة عليها سواء بالعزف او
بالرسم أو بالشعر والأدب. من فترة فزت بالجائزة التشجيعية، وقتها كان إنه طلبوا منا فكرة، نحن جايين لنتكرم على أساس إنه نحن فزنا بالجائزة الأولى قبل، فنحن مفكرين إنه جايين احتفال فينا أو هيك. فرحنا لهونيك بيقولوا لنا إنه طلعوا كتبوا قصيدة وبيعطونا عنوان هن للقصيدة، فبيعيروا لنا إنه 10 دقائق ولازم نكتب القصيدة. فكتبت القصيدة وأنا ما كنت متوقعة إنه فوز، بس فزت بجائزة التشجيعية فيها. خلينا نشوفها. يعني في تنوع بالمواهب عندك سوناتا، قديش قدرت تجمعي بين هالمواهب وقديش كل موهبة عطتيها حقها؟ هلا أكيد هاد الشيء من خلال استثمار الوقت، إنه مثلا بتعب من الدراسة فإنه بعزف أو بقرأ شعر، أو إنه يعني تتعبي من هواية بتنتقلي لهواية تانية، يعني إنه بتحفزك لترجعي أكثر تتنشطي. طيب خلينا نشوف كمان الجوائز الثانية وشو حابة تقري لنا كمان سوناتا. لا، هاي جائزة بالرسم بعنوان صحتي عنوان نجاحي، كمان شاركت فيها. شو رسمتي، شو عملتي لحتى أخذتي هالجائزة؟ هلا أنا من زمان كنت مسجلة بمعهد مركز أدهم إسماعيل، إنه كنت بالفترة الابتدائية بس انتقلت على المرحلة الإعدادية. سجلت بمركز ممتاز البحرة. كمان الأنسات اللي فيه يعني إنه بيخلوكي كتير إنه بيحببوكي بموهبة الرسم، فهاد الشيء حفزني إنه شارك بمسابقات برسم. رسمتي شيء توعوي، يعني هيك بنفهم من عنوان الشهادة صحتي عنوان نجاحي. كان في شيء رسومات توعوية شاركتي فيها؟ كان في بنت عم تفرش اسنانها وفرشاية اسنان حايشة معجون الاسنان. حلو. سوناتا، يعني انت مع هالمواهب المتعددة، في موهبة حابة انت تتعبي عليها أكثر وتتقليها بدراسة ممكن تكون أكاديمية وتتطوري فيها أكثر، أم ممكن تجمعي كل المواهب وتضلك مستمرة فيهم؟ هلا أنا أكيد أول شيء بدي أتابع دراستي، وطموحي إني أدخل معهد عالي بالعزف. على الفيولا، كوني أنا سنة سادسة بالفيولا، وأكيد ما رح أوقف عن الكتابة والأدب. أكيد، يعني هيك بنفهم إنه أنت ميولك الفنية الموسيقية هي أعلى. أي صح. أكيد نتمنى لك كل التوفيق سوناتا بحياتك، وإن شاء الله هيك المرات الجاية بيكون دائما معنا مع شهادات تانية وتقدير تانية. شكرا لك. شكرا كتير. شكرا سوناتا وكل التوفيق لك، ونتمنى تحققي كل شيء بتتمني. شكرا لك. أما لهون أريج بنكون وصلنا لختام صباحنا غير لليوم، إن شاء الله يا رب نكون قدمنا المعلومات مفيدة من خلال فقراتنا لليوم. نتمنى لكم بقية نهار ممتع من خلال شاشة الإخبارية السورية. خليكم أكيد دائما معنا وتبقوا بألف خير، ونهارك سعيد. نهارك سعيد سلمى، وإن شاء الله اليوم يحمل كل الخير والبركة لكم مشاهدينا. دائما انطرونا بالإعادة الساعة 1 بالليل، وكل يوم رح نطلع عليكم الله راد الساعة 9 الصبح. وبنهاية هالأسبوع بتمنى لكم عطلة أسبوعية كلها راحة، وانتبهوا على حالكم. باي 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 باي.